بالنسبه للتكريم فوزي مسعيدي كنقول له مبروك عليك التكريم، انك تستحقه في هذا الفيستيفال الكبير، حيت هو فنان بمعنى الكلمه ويستاهل، ويستاهل التكريم ديالو، ويستاهل اكثر واكثر. التكريم ديال فوزي بن سعيد هو يعني هو الاساس، كنتمنى له التوفيق ورجل يستاهل كل الخير. المخرج فوزي بن سعيد بالنسبه ليا مخرج كبير وممثل كبير وصديق عزيز عليا، لا هو لا مراته. واللي كيعجبني بزاف فوزي وهو عنده اودلا هذيك لا تكنيك ابوتي ديالو في الافلام، عنده واحد فوزي ملي كيتكلم معك عنده واحد لو كوتي الطفل، تيبقى وحدك ديك الحنان، لا دوسور، البراءه اللي انا شخصيا كنشوفها في الافلام ديالو كتعجبني. الحضور ديالي ما هو الا اعتراف كيف دابا كيعترف به الوطن ديالو في اطار المهرجان الدولي في مراكش. الحضور ديالي هو واجب باش نشارك في الاحتفال بهذا الشخص هذا، العطاءات ديالو وبالنوعيه الافلام الجريئه ديالو بروفون، يعني افلام اللي فيها ريفليكسيون. جيت على قبل فوزي بن سعيدي، ما يمكنش ما نجيش بامبورت لي كونديسيون، اي ما فات حاجه او موا سي كيك شوز دو مانيفيك، والحمد لله اون ا في دي فام كي فون انكور بلوس اي بير دون لا في، موا سا فا شي جوست سور ان تابي روج. يعني كما قلت جميع الاخوان، يعني هذا تشجيع، هذه مسؤوليه وتشجيع باش يكمل المسار ديالو الفني، هذه غير بدايه يعني ماشي نهايه. تكريم بالنسبه لنا احنا بالعكس هذا تشجيع، بانه المشاريع اللي جايين خاصهم يكونوا مخدومين بدقه وبتقنيه واحترافيه اكثر واكثر. ولو انه فوزي بصراحه يعني محترف كبير، ماشي انا اللي غنشهد فيه، ربي اللي شاهد والطاقم ديالو التقني والممثلين. نهار جميل ومؤثر ويوم فرح ويوم يعني ايموسيون قويه، وكنتمنى يعني انه انني ناخذ الجانب الاحتفالي وناخذ الجانب نتاع الفرح اللي كاين، ولكن كذلك نبقى في واحد التفكير انه كذلك مسؤوليه، وانه كذلك الانسان خصو يعني يشتغل اكثر ويحاول يدفع الاشتغال ديالو اكثر فاكثر فاكثر. بصراحه انا هذا حب متبادل بيني وبينهم الصراحه، انا عزاز عليا وانا عزيز عليهم، وكنشتغلوا مزيان وكيكون بيناتنا واحد الكثير ديال الصداقه تقريبا، وهذه الصداقه هي كاينه اليوم. السينما المغربيه في تطور مستمر، والدليل على ذلك هي هذا الجيل الشاب الجديد اللي مرحبا به، تبارك الله عليه.